هذا الاضراب الوطني لليوم ديال 24 فبراير 2021 مسحوب بهذه الوقفه احتجاجيه امام جامعه الدار البيضاء، جاء من اجل فتح واحد الحوار جدي ومسؤول واستجابه حقيقيه للمطالب العادله والمشروعه للموظفات وموظفي الجامعات المحليه، وعلى راسها صرف المستحقات للموظفات والموظفين بجامعه الدار البيضاء المقاطعات من 2000 المتاخرات من 2015 الى 2020، ونلح بتسويه جميع الملفات الاداريه والماليه للموظفات والموظفين قبل استحقاقات 2021، كذلك نطالب بتسويه الملف الاجتماعي للعمال الجماعيين الذي تم اقصاؤهم من دفتر التحملات الاخير، نلح بتنفيذ الوعود والاقتراحات التي تم في الحوار الاخير ما بين شركه الدار البيضاء للبيئه وجامعه الدار البيضاء، كذلك نطالب بالتعويض للموظفات اللي كيعملوا في الحمله الوطنيه للتلقيح ومكافاه وخلق مكافاه لهم على غرار العاملين بالصفوف الاماميه، وكذلك العمال النظافه نطالب بسويه اوضاعهم وخلق مكافاه لهم في هذه الظروف العصيبه التي يعملون بها وخاصه كوفيد 19، ونطالب بفتح حوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي لعمال شركات النظافه، وكذلك حوار جدي ومسؤول للعمال والموظفات والموظفين لجامعه الدار البيضاء والمقاطعات التابعه لها، فهذه وقفه انذاريه ونطالب حوار من اجلها، نراسل السيد رئيس الجامعه من اجل عقد لقاء عاجل ومستعجل حول المطالب الاساسيه والمشروعه لموظفات وموظفي الجامعات المحليه وجامعه الدار البيضاء والمقاطعات التابعه لها. نحن نلبي ما جاء في المكتب، نعكس في الواقع ما جاء في المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال موظفي الجامعات المحلية بأن يكون يوم إضراب ووقفات احتجاجية أمام الجماعات والعمالات والأقاليم. فيومنا الآن نحن في جهة الدار البيضاء السطات، نحن نطالب على أساس الكرامة، ونطالب بحرية الانتماء النقابي، ونطالب وهو أساسي بصرف جميع المستحقات قبل الاستحقاقات، بمعنى يجب صرف جميع ما داكشي اللي كيتسالوا الموظفات والموظفين، يجب صرف الحقوق ديالهم، الواجبات ديالهم قبل ما تسالي الماندا ديال هذا المجلس المنتخب. واحد النقطة اللي مهمة وأساسية في هذا الجمع هذا كامل هو واحد المجموعة كانت تحضر هنا الإشارة ديال التدبير المفوض وتم إرجاعها إلى جامعة الدار البيضاء. لحد الآن نطالب ما موقعهم وما موقفهم ما موقف هذا المجلس من هذ الناس هذو اللي في تقريبا عدد ديالهم 1071.